تعليقات بالنسبة لنابولي، هل يتمكن اليوم من الاستفادة من تعليق نابولي؟ نعم، الانتصار يقرب أكثر من المركز الثاني. نابة كان ممكن أن نشاهد في مسابقة الويفا تشامبيونز ليغ هذا الموسم لولا الخسارة القاسية بالصماميس أمام ميلان. هذه كرة، هذا ما أشرت إليه مشاهدي الكرام، هذا الأزمات وهذه الانطلاقة السريعة لنادي نابولي. هامشيكو زاباتا، دائما مع زاباتا، يسدد أنطونيو، نابولي في كل مرة يؤكد بأنه قوي جدا في أرضيته. نعم، هذه كرة أمامية، زاباتا، زاباتا، نابولي غير في الشوط الثاني، نابولي بوجه آخر في الشوط الثاني، هدفين مقابل لا شيء. أندوخار أيضا ينفذ ضربة المرمى، كرة ملعوبة في الوسط وفرق لنادي نابولي بهدفين مقابل لا شيء، الهدفان المسجلان. على الجانب الآخر زولا، هذه الكرة الآن ملعوبة عرضية إلى منطقة الجزاء، تحضير رائع وثم تسديد، الله، الانتر، محاولة مرور ممتاز، الله الله، يكون هناك أي دقيقة وقت بدل ضايع، هذه الكرة فيها تسديد، الله الله، قلص الفارق الآن بتسديدة قوية قوية، يأتي منها تقليص الفارق، وبالتالي لونجو البديل الناجح جدا ينجح في تسجيل الهدف الأول. يا سلام، الكرة ارتطمت بالقائم وبعد ذلك ارتدت بحارس المرمى كاريزو، ويأتي فيها تقليص الفارق، كالياري يقلص الفارق و دييغو مارينيو، مارينيو أنقذ كرة يوسف في بداية اللقاء، لكن هذه المرة يوسف العربي بمنتهى رمية التماس وتسديدة، جول جول، يتلعب على الأرض إلى تونيو مرة أخرى، كرة عرضية في منتهى الخطورة، أوتشي برا برال، ملك الاجوال، يسجل الهدف القاتل قاتل قاتل، مش ممكن، في الدقيقة الرابعة في الثانية الأخيرة من هذه المباراة، قمة الإثارة.